في إطار سعيها لدعم الأعمال الإنسانية التي تقوم بها منظمة أم القرى للإغاثة في مختلف المجالات، كان للقطاع التعليمي حصة من برنامج الدعم الذي تقدمه، والذي تمثل مؤخراً في زيارة مدرسة الإحسان الابتدائية وثانوية الأبرار في قرية البقارة شمال مدينة الفلوجة، حيث قدم فريق المنظمة هدايا للطلاب تتضمن حقائب وقرطاسية فضلاً عن تقديم مقاعد للدراسة. وقد زار فريق منظمة أم القرى مدرسة الإحسان الابتدائية، حيث تم توزيع حقائب مدرسية وقرطاسية لطلابها الذين يتجاوز عددهم 300 طالب، فضلاً عن تقديم 52 مقعداً. نحن الآن في مدرسة الإحسان الابتدائية المختلطة، جاءت المنظمة توزع هداياها من الحقائب المدرسية والقرطاسية لطلاب هذه المدرسة في قرية البقارة في شمال مدينة الفلوجة. العاملون في الهيئة التدريسية في مدرسة الإحسان أثنوا على الدعم الذي قدمته المنظمة في سبيل دفع المسيرة التعليمية لتلاميذ وطلاب القرية. نتقدم بالشكر والامتنان إلى المنظمة أم القرى الإنسانية لما قدمته لنا من مقاعد دراسية وحقائب مدرسية وقرطاسية إلى تلاميذنا الأعزاء، الذي بلغ عدد تلاميذنا 300 تلميذ، 125 تلميذة و175 طالبا. كما زارت منظمة أم القرى ثانوية الأبرار المختلطة، حيث تم تجهيزها ب40 مقعدا دراسيا، وشكر العاملون في الثانوية ما تقدمه المنظمة من اهتمام ودعم لوجستي. نقدم الشكر الجزيل لكل العاملين في هذه المنظمة الخيرة بما قدمت لهذه المدرسة، وبغض النظر عن البعد المسافة عن مدينة الفلوجة وعن المناطق الأخرى، تحملت كل التعب وجاءت بهذه المقاعد التي ترونها أمامكم إلى المدرسة. في العراق شهد قطاع التعليم كغيره من القطاعات الأخرى أضراراً كبيرة جراء المعارك الأخيرة التي شهدتها عدد من المدن ضد تنظيم الدولة، فضلاً عن إهمال حكومة العبادي لهذا القطاع، ما يحتم على المنظمات الإغاثية العمل بشكل أكبر.